السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو. فيديو مفيد، فيديو جديد على قناتنا. النهاردة جاية لكم بفيديو وهو مش هيكون طويل إن شاء الله بإذن الله، لكن مهم جدا. هو برنامج مونتاج يمكنك تحميله من الرابط اللي هحطه في الوصف أسفل الفيديو من موقع NSH Software. هذا البرنامج هو برنامج ممتاز جدا، في اوبشن النهارده جاي اركز عليها لان هو زيه زي اي برنامج فيديو اديتنج، مش عايزه اخد وقت في شرحه. انا كل اللي هعمله هنا ان انا احط لك اللينك الخاص بالبرنامج علشان تحمله، وفي نفس الوقت هنتعرف كده على الانترفيس بشكل سريع الخاص بالبرنامج واوريك الميزه اللي كنت حابه اعمل عشانها الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه بتروح تعملها ان انت هتحمل البرنامج فور ويندوز من هنا، هحط لك الرابط في الوصف، وبعد كده هتبتدي تنزل البرنامج زي اي برنامج بينزل على جهازك. بعد كده هتبتدي تفتح البرنامج، هتلاقي الانترفيس اللي قدامك تقريبا مقارب جدا لاي برنامج فيديو اديتنج سوفت وير في الاستخدام، مش عايزين نضيع وقت في الكلام ده كله. نفس الموضوع منيوز، هو بس هنا المنيو هتبقى دروب داون ليست بدل ما تبقى عباره عن يعني كلها موجوده هنا، لكن هنا الفايل الاديت الكنترول التراك الاكسبورت التولز الفيو الهلب موجوده في المنيو. وطبعا هنا في كمان الفيديو فايلز، لو انت عايز تحمل فيديو فايلز فبتدروب اند يعني بتعمل دراج اند دروب الفيديو هنا، وهنا الاوديو فايلز، وهنا الايمجز، يعني كل سيكشن هنا لوحده. في كمان الجزء المتعلق بالهوم هنا علشان تفتح، يعني هنا ممكن نعمل اوبن لحاجه اوريدي موجوده انا هعمل عليها اديتنج، او ان انا ممكن انا اكون هعمل لسه بروجكت جديد فهبتدي ان انا اعمل له يعني انسرت لي هشتغل عليه من اول وجديد، فبالتالي هنا هعمل ريكورد، وهنا ريكورد فيه ريكورد فيديو، ممكن تعمل ريكورد يعني كفيديو، او ان انت تعمل ريكورد اوديو، او ان انت تعمل ريكورد سكرين للشاشه نفسها، او تاخد سكرين شوت. دي الامكانيات اللي موجوده في الريكورد، ممكن انك انت تجربها. انت بتبتدي من الاول بتريكورد فيديو او بتريكورد سكرين، وبعد كده بتبتدي ان انت تعمل اديتنج على الحاجه اللي انت عملت لها ريكورد. ده بالنسبه لي بروجكت من اول وجديد. لو انت اوريدي بقى عندك برنامج تاني عملت بيه ريكورد زي ما قلت لك، بتروح تفتح من الاوبن. في هنا بعض التمبلتس تقدر انك انت تطلع عليها، ده كرييت ا فيديو ويز شويه تمبلتس، بيديك شويه تمبلتس موجودة عندك هنا تقدر انك انت تستفيد بيها. تمبلت مثلا زي ده، تقدر مثلا عن طريق التمبلت ده ان انت تكتب اسمك يبقى دايما ظاهر عندك. هنا برضو الاوبن، هروح بس ايه اعمل اوبن كده واحط اي فيديو عندي من الفيديوهات بتاعتي. على سبيل المثال هحط الفيديو القصير ده فيديو كده انا قطعه من فيديو كبير، فيديو صغير، وبعدين هبتدي اعمل له دراج اند دروب في التايم لاين عندي هنا. وزي ما قلت لك لو وقفت اي جزء هنا مثلا، لما هتيجي تقف هيبان لك علامه السبلت، وهنا سيت ستارت تايم تو تايم لاين بوزيشن اللي هو الاند والبدايه والنهايه. انا هنا يهمني السبلت سيلكتد كلابس لو انت عايز تقطع اي حته موجوده عندك هنا، ولو عايز انك انت تعمل ميوت للاوديو هتبص تلاقي هنا في علامه الاوديو اللي هو تشينج ساوند فوليوم، بتروح تعمل عليها ميوت، وهنا زي ما احنا هنشوف كده الصوت مش هيظهر. انا عملت ميوت هنا للصوت علشان خاطر ما يضايقنيش وانا بسجل عندي على الجهاز. في بقى الحاجه المهمه اللي انا جايه اكلمك عنها النهارده، ودي مهمه جدا جدا، وهي ان انا اعمل سبتايتل للفيديو اثناء ما انا شغاله عليه، اعمل سبتايتل، ودي حته مهمه جدا. عشان اعمل سبتايتل للفيديو وبعد كده بروح لي سبتايتلز، سبتايتلز موجوده عندي هنا، هدوس على سبتايتلز هيديني شاشه ثانيه. الشاشه دي هبتدي ان انا احدد البدايه والنهايه بتاع كل جزء انا هترجمه، زي بالظبط كده ما بتحط سبتايتل على اليوتيوب فيديو بتاعك. بس هنا بفترض ان الفيديو انت مش شرط هترفعه على اليوتيوب، انت ممكن تكون هترفعه على الفيسبوك مثلا، هترفعه على اي منصه اخرى. في الحاله دي انت عايز تحط سبتايتلز مثلا بالانجلش او بالعربي او زي ما انت عايز، ممكن تحط سبتايتل. هنا مثلا انا هقول اد سبتايتل، وهبتدي ان انا هنا اكتب مثلا اهلا بكم. هفترض ان انا اول ما ابتديت هنا مثلا قلت اهلا بكم هنا بالعربي، هنا هبتدي احط التايم هيبتدي من زيرو، والاند بتاعي هيبقى مثلا عند الثانيه. بعد كده بتبتدي تعمل ابلاي بعد ما بتحدد البدايه وتحدد النهايه. طب هنعمل واحده كمان سبتايتل كمان، هنيجي نعمل اد، ونيجي بقى من الجزء اللي احنا انتهينا منه، فهنكتب مثلا اهلا بكم مثلا، هكتب السلام عليكم مثلا متابعيني،
نفترض يعني ان انا بقول الكلام ده في الجزء ده، ففي الحاله دي هحط برضو السيت تايم. هنا بقى بتحدد الاند يعني الستارت والاند، وفي الاخر بتعمل ابلاي. تعالوا كده نشوف بقى اللي احنا عملناه ده. اهلا بكم، وبعدين السلام عليكم متابعيني، وهكذا. هتبتدي بقى لو انت عندك فيديو طويل هتبتدي تعمل نفس الموضوع، هتعمل اد لكل جزء او كل جمله انت عايز تحطها، او سب تايتل عايز تحطه على له بدايه وله نهايه، وتقدر تحدد الستارت وتقدر تحدد الاند. ده كانت جزئيه مهمه جدا انا حبيت ان انا اشرحها في هذا البرنامج، لان هي ممتازه جدا يعني من وجهه نظري هي ممتازه جدا. تقدر بقى تستخدمه زي ما قلت لكم، زي اي برنامج فيديو اديتنج تاني، مفيش اي مشكله. في الاخر خالص بتيجي هنا من المنيو وتعمل اكسبورت. بعد كده تقدر برضو تعمل الترانزيشن بعد ما تقطع، مثلا سي لو انا وقفت في الجزئيه دي سريعا كده، مثلا هاجي اقف هنا وابتدي اقطع، ممكن اجي ما بين الجزئين دول وابتدي ان انا احط ترانزيشن. فصلت الجزء ده عن الجزء ده، هبتدي هنا احط الترانزيشن اللي انا عايزاه، وكمان احدد الترانزيشن بتاعي ده انا عايزاه مدته قد ايه. ده ديوريشن على فكره. اوكي تعالوا كده نشوف الترانزيشن. هنا بيقول لي this not enough material for an overlapping transition، بيقول لي يعني انت ده مدته 3 ثواني يعني، فبينصحني لا يعني دي مش ماتيريال تعملي عليها ترانزيشن دي بكل المده دي. انا عارفه انا حاطه فيديو صغير حطاه علشان خاطر يحمل بسرعه ويشتغل بسرعه معايا. هنا هبتدي ان انا اعمل تشغيل. لو جيت هنا وقفت هنا اهو، اخترت حاجه تانية عشان يظهر فيها فيد ان رايت. هنا هقول له مثلا مدته ثانيتين وهقول اوكي. هنا هقول له يس. تعالوا نشوفه كده الترانزيشن بتاعنا. هنا في ترانزيشن بس يعني اهو مش باين قوي، تعالوا نغيره. معلش هغيره عشان انت تخيلوا الشكل، هغير الترانزيشن بتاعي اهو. ادي ده الترانزيشن، اكيد قادرين تشوفوه. وهكذا نفس الموضوع بالنسبه لاي فيديو اديتنج سوفت وير، مفيش اي مشكله في استخدامه. في عندكم بعد كده بقى الجزء بتاع الاكسبورت. لو انا رحت تاني هنا عملت اكسبورت، هنا هعمل اكسبورت للفيديو بتاعي، هسمي البروجكت بتاعي مثلا تيست 2، وهيبتدي ان انا اختار الفايل فورمات بتاعي. تقدر تتحكم في الفورمات، وتقدر كمان تشوف انت عايز تصدره بايه. انا هختار مثلا انا هنا هصدره اتش دي، يوتيوب اتش دي، وبعد كده هبتدي ان انا اقول له كرييت. هيبتدي يتصدر معايا الفيديو اللي انا عايزاه. تعالوا نشوفوا كده الفيديو، انا مختاره قصير علشان ما ياخدش وقت في عمليه الاكسبورت. بعد كده هروح ان انا افتحه. مرة تانية ادي اهو الترانزيشن، وادي الكتابة اللي احنا ضفناها عندنا. السلام عليكم ورحمة الله. ده الاصلي يعني، ده الفيديو الاصلي علشان تقدر تقارن بيه. فلو انا عايزة شو ان فولدر هعمل كده شو ان فولدر، هبص الاقيه نزل عندي زي ما احنا شايفين. هو ده الفيديو اللي احنا عملنا له اكسبورت، مفيش اي مشكلة. ده بمنتهى البساطه البرنامج اللي احنا كنت حابه ان انا اكلمكم عنه النهارده، وهو برنامج فيديو باد. زي ما قلت لكم انتوا بتشوفوا الفيديو اديتنج سوفت وير اللي بيريحكم في عمليه المونتاج، وبتختاروا الافضل ليكم واللي بيناسب امكانيات الجهاز بتاعكم. البرنامج ده خفيف، تقدر تنزله على الجهاز بتاعك يعني حتى لو كانت امكانياته متواضعه بشكل ما، مش تقيل، وتستفيدوا بالجزء المتعلق بالسبتايتلز. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، وزي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وشير ولايك للفيديو لو عجبكم. اتمنى يكون اللي بنقدموه فعلا بيحوز على اعجابكم، ويا ريت ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.